شركة أوبو نزلت جهاز الأوبو نيو 7 بسعر 1400 جنيه عشان يكون من رأيي الأخ الصغير لجهاز الأوبو ميرور 5. خلونا نفتح علبة الجهاز ونشوف الجهاز نفسه ونعرف قدام هل هيبقى ناجح زي أخوه ولا لأ. معاكم أحمد كمال من AK ريفيو وأنبوكسنج جهاز الأوبو نيو 7. في اول الفيديو انا قلت ان جهاز الاوبو نيو 7 هو الاخ الصغير لجهاز الاوبو ميرو 5. ايه السبب ان انا قلت كده؟ هو ان الجهاز تقريبا نفس مواصفات الاوبو ميرو 5 مع اختلاف الرامات. خلونا نشوف المواصفات. على الظهر عندي مكتوب ان هو 5 انش 8 ميجا بكسل كاميرا، الكاميرا الاماميه 5 ميجا بكسل، والبطاريه 2420 ملي امبير، والابعاد بتاعته موجوده على الظهر برضو. خلونا نفتح علبه الجهاز نفسه. الجهاز مكتوب عليه طبعا من اوبو من قدام كالعادة، وده الجهاز هنتكلم عليه بعدين فهنركنه على جنب دلوقتي. من هنا طبعا معايا الكتالوجات بتاعت الجهاز كله. واخيرا التشارجر بتاع الجهاز مع وصلة اليو اس بي والسماعات كالعادة. دي الحاجات الطبيعية اللي بتيجي مع اي جهاز. دلوقتي انتوا لو عايزين تشوفوا مواصفات الجهاز نفسه وكل حاجة عن الجهاز ومعلومات عن الجهاز نفسه وهل هو كويس ولا لا، فتضطروا تستنوني تشوفوا الريفيو بتاعت الجهاز واللي هينزل خلال ايام ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك لصفحتنا على الفيسبوك.